فقه متقاربا جدا، إلى حد أن الدكتور وهبة السحيلي وهو من أكبر علماء الفقه المقارن في عصرنا، وهو صاحب الموسوعة الكبيرة الفقه الإسلامي وأدلته، يقول إنه تتبع جميع فروع الفقه عند أهل السنة مسألة مسألة، ولم يجد فيها من المسائل، تتبع جميع فروع الفقه الجعفري عند الإمامية مسألة مسألة، لم يجد فيها مسألة إلا وهي موجودة قال بها بعض علماء أهل السنة في الفقه، باستثناء 20 مسألة. هذا من حوالي كم آلاف، عشرات الآلاف من المسائل. ولذلك قال لي أيضا الدكتور عبد الكريم زيدان وهو من كبار علماء الفقه المقارن مرة، قال لي أن الفقه الزيدي يكاد يكون فقها مالكيا، يعني هنالك شبه كبير بين الفقه المالكي والفقه الزيدي، وهنالك شبه كبير بين الفقه الجعفري والفقه الحنفي، وربما للجغرافيا في ذلك دور تاريخيا.